انتبهي، ما عم بتوزروا، مش انه عم يجي وزير واحد نايب. الناس مش فاهمة شو عم تعطيهم، عم تعطيهم شرعية يكونوا نايب. نايب يعني منتخب من الشعب. لما اجى ايمانويل ماكرون وصاروا يقولوا له العالم ما بدنا اياهم وما بدنا اياهم ومدري شو، قال لهم انتوا انتخبتون، انا شو بقدر اعملكم؟ هاو انتخابات منا لعبة، منا وزارة ومنسقطها بالشارع. هاو ما فيك تسقطيهم بحياتك. عندهم حصانة شعبية، الشعب يعني الشعب عطاهم صوته. يعني لا يعني لا تنشروا بليز بليز. يعني ما بقدر انا اقول لهم غير انه هذا فيه فساد الفكرة، غير انه خدوا منهم وانتخبوا غيرهم. ما رح يعرفوا، مش مثل قبل، مش مثل قانون الستين كانوا يوقفوا على الباب. يا كمان فكرة كانوا قبل ياخدوا تذاكر الناس، يقشطوهم تذاكرهم هول ما غيرهم. ياخدوا تذاكر الناس شو؟ المسميين ايه ويعطوهم الورقة ويفتشوا لهم تيابهم إذا معهم ورقة، يعني الليحة الليستا كانوا يسموها، إذا معهم إياها. إذا ما معهم شيء يعطوهم ليستا، ما معهم غيرها، يفوتوا بس بالليستا يحطوها ويظهروا، يعطوهم تذكرة ويفلوا. مشان هيك كانوا يعرفوا بالضبط قد إيه طالع، يعني هيدا عنده 80 صوت، 80 صوت هو وال 80 فايتين ما معهم غيرها. اليوم ما بقى يعرفوا بهذا القانون، بفوتوا بشوفوا قدامهم اللوائح، بشيلوا الورقة، بحطوا الصوت التفضيلي مثلا ريمان جي. لا عن جد بحطوا الصوت التفضيلي وبينزلوها بالبوكس، بيمشي حالهم، بيمشي الحال، ما حدا رح يعرف. يعني فيهم يقبضوا منهم بكل ضمير مرتاح، لانه هو مصرياتهم مسروقين، ما بنعرف يعني مصريات مين منا، انا بقدم لكم اياهم خذوهم، ما وانتخبوا ضميركم.